هل يجوز في دورات مراكز تحفيظ القرآن قراءة الذين يحفظون بعضهم على بعض لغرض الحفظ والتحفيظ؟ هل ايش؟ هل يجوز قراءة الذين يحفظون في دورات تحفيظ القرآن بعضهم على بعض؟ نعم، ما يكفي حفظ بعضهم على بعض، لأن يعني كلهم يتعلمون، كلهم يتعلمون القرآن، لابد من مدرس ومقرئ، لكن كونهم يتذاكرون بينهم، يتذاكرون بينهم ويتعاونون على الحفظ لا بأس بذلك. نعم.